أيتها الأخت الكريمة، نحن ندين العنف ونشجب الإرهاب، وأن التيار الإسلامي في مصر له مطالب مشروعة ويسعى إلى تحقيقها، وسوف يحققها بإذن الله تعالى. والمطلب الأول هو الحكم بكتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولكنكم تستخدمون العنف في سبيل تحقيق هذه الأهداف. في الواقع أن الحكومة هي التي تبدأ دائما بالعنف والقهر، وبعض الأخوة يرى، وقد يكونون على حق، أن هذا أمر من أمور الجهاد وهو واجب على كل مسلم. هل لا يلمكم إرقة الدماء بين أبناء الوطن الواحد والدين الواحد؟ والله يا أختي، الجهاد في سبيل الله لابد له من ضحايا، وإرقة الدم واردة، وهذا مسجل عبر التاريخ. الشهداء لهم الجنة.